التقيت عبد الصادق بن عيسى في غشت 1981، كان سبقني إلى الإذاعة بأشهر قليلة. نعم. وكان في استقبالي لما قدمت إلى إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية قادما من الصحافة المكتوبة. تعرفت على ذلك الشاب، كان أصغرنا سنا في تلك المجموعة، كنا كلنا شباب، يعني معدل أعمارنا لا تتجاوز 24 سنة تقريبا، يعني في الانطلاقة الثانية للإذاعة بعد سنة من ظهورها. فكان أصغرنا سنا وكان عصاميا بكل معنى الكلمة، يعني كون نفسه بنفسه، مارس الصحافة دون أن يدرسها لكن تمعن فيها وتبعها في مختلف أشكالها وأصنافها، كان عصاميا بكل معنى الكلمة. ثم بدأت التجربة، يعني الآن تفوق 42 سنة. البدايات كانت جميلة لأنها انطلاقة الإذاعة، حيوية الشباب، الرغبة في تقديم أسلوب جديد، في تقديم رؤية جديدة لتقديم الخبر، وكان ذلك من نجاحات إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية. عبد الصادق بن عيسى كان قارئا ناهما، يعني لما قلت أنه عصامي يكون نفسه بنفسه. كان يملك طاقة صوتية متميزة، له تلك البصمة الخاصة التي تجعله تسمعه تعرفه من بعيد، وكان قادرا على صياغة الخبر بأسلوب متميز يجعلك وكأنك تشاهد فيلم، يعني هو يكتب ويرسم في نفس الوقت. نعم. ويجعلك داخل ديكور فيلم بكل معنى الكلمة، وهذا ما جعله ناجحا في السلاسل التي قام بها. يعني صحيح. قبل ملفات بولوسية كانت هناك مختفون وكان أول حضور كبير، فهو أتقن الحكي بأسلوب متميز يتفرد به، يجعلك وكأنك عندما تسمع ترى كل شيء أمامك. نعم. هو عرف الراحل أيضا بمهنيته العالية، كذلك بحسه الإبداعي تماماً. بصوته المتميز كذلك، وهو ما ترجمه عبر العديد من البرامج الإذاعية الخالدة، واللي تمكن من خلالها من ترسيخ علاقة مع المستمع تماماً. المغربي تماماً. وخصوصا مستمعي إذاعة البحر الأبيض المتوسط. كيف نجح في ذلك؟ أولا المثابرة والعمل وعشق المهنة، يعني هذه مهنة تحتاج أن تعشقها لكي تبدع فيها وتقدم، وكذا الهدف الرئيسي في كل شيء هو أن نضع المتلقي في الصورة، أن نضعه في قلب الحدث، أن نكون أوفياء في نقل المعلومة بكل تفاصيلها بكل خلفياتها. كانت التميز هو أنك لا يكفي أن تقدم الخبر أو التقرير الإخباري، فيجب أن تضعه في صورته التامة، خلفياته، آفاقه، فهذا هو التميز والتفرد الذي جعل عبد الصادق بن عيسى في طريقة تقديمه للنشرات الإخبارية، وكما قلت في طريقة تقديمه لتلك البرامج المتميزة.